تابع مشاهدينا لمواضيع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني في كثير خدمات معها مثل ما بنعرف بتقدمها هيدي المواقع، ونحن احيانا بننبسط بالخدمات اللي عم تقدمها لانه هي بتكون سهله التطبيق وتلاقينا عم نتنقل من تطبيق الى اخر. صحيح. وفي تنوع كثير كبير وفي خدمات كثير مقدمه لنا، لكن الموضوع انه شو المقابل؟ يعني مثل ما بنعرف نحن لكل مقابل له ثمن بكل شيء، يعني ما بس بالتواصل الاجتماعي. صحيح، يعني كثير من المنصات من المواقع مثل ما ذكرتي نحن بنتنقل بصير في عندنا نوع من الادمان. هلا كنا عم نحكي عنه من شوي انه بصير في عندنا نوع من يمكن فضول او حب معرفه لحتى نعرف هيدا التطبيق شو بيقدم وهيدا التطبيق شو بيقدم كمان. ولكن مثل ما ذكرتي ومثل ما بيقولوا دائما الحكماء انه لكل اكيد لكل شيء له ثمن، فما هو الثمن اللي نحن بندفعه لقاء هيدي الخدمات، خدمات مواقع التواصل الاجتماعي المجانيه تحديدا؟ هالشيء رح نحكي عنه اكثر مع ضيفنا بالاستديو الدكتور بسيم برهوم، رئيس قسم البرمجيات ونظم المعلومات بكليه الهندسه المعلوماتيه بجامعه تشرين. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. اهلا. يسعد صباحك. نحن الخدمات اللي عم نحكي عنها هل فينا نعتبرها انه هي حركه تسويقيه عالميه، وخصوصا بنعرف انه دائما الشركات اللي بتقدم هيدي الخدمات عم تتقاضى مبالغ يعني هائله وطائله من هيدي الخدمات، فهل ممكن نعتبرها هي حركة تسويقية؟ في الحقيقة مواقع التواصل الاجتماعي إذا بنعمل إحصائية بنلاحظ إنه ازداد تأثيرها بالسنوات الأخيرة بشكل واضح، حتى ازدياد عدد الشركات التي تعمل بهذا المجال. بالتأكيد هنالك محرك ودافع مادي للموضوع يدفع كبار المستثمرين للعمل في هذا المجال، فاللي يساهم بهالموضوع أكثر هو انتشار الهواتف الذكية وازدياد عدد المستخدمين، وبالتالي سهولة الوصول إلى شرائح كبيرة من المجتمع. لكن دوما بشكل عام على الفضاء المعلوماتي ما عندنا شيء، ما في جمعيات خيرية، يعني ما في شيء بالمجان. أكيد هنالك مقابل مادي يدفع من قبل المستخدمين، لكن المشكلة الأخطر أنه في بالثقافة بهذا المجال أنه في ناس ما بتعتبر أنه والله هالثمن اللي ما يندفع أنه بالمستوى اللي ممكن نوقف عنده. طيب ممكن نحن بدنا نوضح اكثر دكتور، يمكن كونه عم نحكي نحن عن انه هيدي التطبيقات عم بتكون مجانيه، فالاشخاص دائما عم بيكونوا عم يرتادوا هيدي المواقع وهيدي المنصات، يعني بالرغم من انه تعتبر هيدي الشركات يمكن هي من الاغنى والاغلى بالعالم وتطبيقاتها مجانيه للناس، كيف هون تماما صحيح. هون المعادله هي مجرد انها هي تطبيقات مجانيه يساهم في ارباح هذه الشركات. العلاقه كيف؟ انه انا عندي تطبيق مجاني معناها انا بضمن اني الوصول لاعداد كبيره من المستخدمين. هالشيء هذا هو محرك ومغري للشركات التجاريه التسويقيه بانه تتعامل مع هذه الشركات. اني انا وقت الشركه تجاريه تسويقيه تحجز مساحات اعلانيه على هذه المواقع بمبالغ طائله. طبعا عندها معلومة وبتعرف متأكدة من هذه المعلومة بأن هذه المساحة الإعلانية سوف تتمكن من خلالها من إيصال السياسة التسويقية لهذه الشركة إلى ملايين المستخدمين. يكفي أن نعلم بأن مستخدمين الفيسبوك حاليا تجاوز 3 مليار مستخدم. طبعا بتجي بعض المنصات الثانية مثل اليوتيوب مثلا 2.5 مليار أو إلى ما هنالك أدنى بقليل. ف مهما كان المبلغ المدفوع من قبل الشركات التسويقية فهي تعتبر بالنتيجة رابحة. ليش؟ لأنه هي تستطيع الوصول إلى شرائح كبيرة وتستطيع تخصيص وتلقي ردود الأفعال من هؤلاء المستخدمين. يعني أنا على سبيل المثال شركة بدها تحط سياسة تسويقية في مجال معين أو لمنتج معين، أولا تستطيع أن تخصص هذه السياسة وفق شرائح المجتمع، يعني ممكن أن تستهدف شرائح معينة بحد ذاتها، فبالتالي المبلغ اللي ممكن تدفعه هي بتكون حاصلة عليه سلفا. فالعلاقة ما بين هذه الشركات وشركات إدارة مواقع التواصل الاجتماعي علاقة ربحية بامتياز. يعني طبعا كله مدروس. كله مدروس طبعا، ما في انه والله شيء راح يكون صح بشكل عشوائي او شيء، لا أكيد. مدروس ومخطط له. طب دكتور، كيف بدنا نحن نجمع معلومات عن هيدي التطبيقات ونعرفهم اكثر؟ يعني بخصوصي نحن بنكون عم نبحث عن شيء، عم ندور عن شيء عبر طبعا مواقع التواصل مباشره، بيكون في عندنا مقترحات، بيكون في عندنا برامج او تطبيقات مقترحه، فنحن كيف قادرين نجمع معلومات ونتاكد من التطبيقات الصحيحه ذات الثقه؟ في الحقيقة الموضوع هون يعني له عدة جوانب. نعم. الجانب الأول اللي كتير كتير لازم ينحكى فيه هو التوعية، ثم التوعية الأمنية لمواضيع هذه أو لموضوع الشركات التي تعمل في هذا المجال. طبعا. التوعية التي يجب أن يكون على دراية كاملة فيها من أجل تحديد والاستخدام المدروس. يعني على سبيل المثال سلوك المستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي يهم هذه الشركات أكثر من المعلومات بحد ذاتها، المعلومات الشخصية، لأنه الآن انتقلنا من مرحلة الاهتمام ب البيانات الشخصيه التفاعل مع هذه التطبيقات تماما. تقصد. الان نحن بنعرف كلنا تحولت النت الى من ساكنه الى تفاعليه. صحيح. الان يتم التركيز على ردود افعال المستخدمين على ميولهم، يتم استخدام تقنيات عاليه من خوارزميات ذكاء صنعي لتحليل هذا السلوك وهذه البيانات، ومن ثم تزويد الشركات طبعا، او ما تزويد مقايضه، خلينا نقول مقايضه الشركات التسويقيه والتجاريه بها. هلا التوعيه لحالها طبعا ما راح تكون كافيه، في عندنا كثير جوانب، وفي عندنا الحقيقه تولز وادوات موجوده تستطيع ان ترصد هذه التطبيقات، وتستطيع ان تخبر المستخدم اذا كان تطبيق معين يستخدم بياناته الشخصيه او يتبادلها مع اطراف اخرين. طبعا هالشيء هذا مطبق نادرا، إلا إذا كان حدا مهتم إني أنا عندي هالأداة، هي عندي أدوات خاصة بالأنظمة أو مثلا بهواتف الأندرويد ممكن تعطيني قائمة بالمصادر الخارجية التي تم تبادل بياناتي من قبل الموقع الاجتماعي معه، بالتالي في عندي وبتم بالنتيجة يعني في مواقع ذات سمعة وموثوقية أكثر في هذا المجال. طبعا. فالموضوع الحقيقة يحتاج إلى توعي وسلوك مدروس على هذه المواقع. تمام. طيب دكتور، كثير بنلاحظ يعني بحياتنا اليوميه بنكون مثلا مرينا من مكان معين او حكينا بموضوع معين، نفتح تطبيق فيسبوك او يوتيوب او اي شيء بنلاقي اعلانات او شيء بخص الشيء اللي حكينا فيه او المكان اللي مرينا منه، شو السبب؟ كيف هذا الشيء بيصير؟ في الحقيقه يعني مثل ما حكينا الشركات طبعا والدراسات بتأكد هالشيء، انه تتجسس على المستخدمين، ولو كان من الناحية القانونية هذا يعني غير مسموح او غير مصرح به علنا، لكن هذا الواقع. يعني هذا بيعتمد على محورين، المحور الأول عند تقنية التتبع، نحن بنعرف التتبع انه حتى بدون التقنيات الحديثة، مجرد انا حامل هاتف ذكي بنعرف نحن كلياتنا انه تحديد الموقع، اللوكيشن تماما، اللوكيشن بده يتحدد لي اولا لشركه الاتصالات لحتى تنقلني الى البرج المناسب لاكمل المهمه اللي انا بدي اياها، سواء كان ارسال رساله او اتصال او الى ما هنالك، فبالتالي الموقع محدد. صحيح. النقطه الثانيه، الكثير من الخدمات الموجوده بالهواتف الذكيه التي تتيح المجال لهذه الشركات بالتنصت ومعرفه ما يتم أو ما الحديث الذي يدور، أو إلى ما هنالك وصلنا إلى ما يسمى بالتلاعب السلوكي. يعني حتى في دراسة أمريكية بالجامعة الأمريكية استخدمت بيانات سلوكية ل 700 ألف شخص وبدون علمه، وعمدت هذه الدراسة إلى محاولة تغيير السلوك لهؤلاء، السلوك طبعا الشرائي على مواقع التواصل وعلى الشركات اللي، وخلصت إلى نتيجة كانت يمكن بالنسبة لنا نحن ما بنهتم فيها، بس هي صادمة، إنه والله جامعة أمريكية تعد دراسة عن استخدام الشباب العربي تحديدا لمواقع التواصل، خلصت إلى نتيجة منشورة بأنه 90% من الشباب العربي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. بالتالي أنا كل الطاقة موجودة عندي على مواقع التواصل الاجتماعي، مجرد أنا لاقي وسيلة لحتى أتحكم أو أثر على سلوك هذه الشريحة الكبيرة، أنا بكون بطريقة أو بأخرى متحكم بهذه المجتمعات. نعم. يعني هل هي، خلينا نقول، الفائدة أو الدراسة اللي ممكن يستفيدوا منها من بياناتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هي فعلا ممكن تكون، يعني هذه الأجهزة الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي هي أداة للتجسس، وهذا الشيء نحن أكيد بيهدد خصوصياتنا، ونحن كيف قادرين كمان نحمي أنفسنا من هذا الموضوع؟ في الحقيقة الموضوع واسع هذا لحاله، يعني واسع، بس بدي أكمل فكرة الدراسة. لسه ما انتهينا، تفضل. رغم أنه المعدل العالمي نعم. المعروف للاستخدام هو حوالي 60%، فطلع بالعالم العربي للشباب 90%، معناها هذه السوق العربية مفتوحة امام يعني هكذا نشاطات تماما. فما بعرف كلكم يمكن بتعرفوا قصة المستخدم اللي هي انتشرت كتير اللي عم يحكي بانه انا، طبعا الموضوع وصل للشركات الكبرى اللي هي قائمة وبعد منها عدة دراسات، انه انا بحكي مع صديقي وجها لوجه بدون الموبايل، ومحكي عن شغلة يومية صارت معي، عن مكنة تعطلت عندي، بتفاجأ انه مباشرة مثل ما حكيتي حضرتك هلا اعلانات على الفيسبوك كلها توجهت حول المكنات اللي بتخص هالموضوع هذا. فصار عنده ارتياب بانه كيف عرفوا، فاكتشف انه بعدين انه والله عن طريق المايك كانوا هن سمعانين عن شو عم يحكي، بالتالي عرفوا رغباته. بالتالي ممكن مثل ما حكيتي حضرتك الان نحن بعصر، العصر السابق كنا نقرأ الإنترنت، الآن الحقيقة التقنيات والإنترنت هي التي تقرأنا. تقرأ المستخدم وسلوكه وتقدم له ما يمكن أن يفكر به أو يحتاجه. هاي بالنسبة للشق الأول، بس بالنسبة للسؤال الثاني اللي كان كيف نحمي أنفسنا؟ الحماية دوما، وهل فقط هي الفائدة مثل ما ذكرنا الوحيدة من جمع بياناتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ هلا الحماية بيستفيدوا بشغلات ثانية دوما. هلا نحن ما فينا نقول انه والله مواقع التواصل الاجتماعي يعني هلا حدا يفهم علينا من المشاهدين انه نحن منهاجمها او كي، بس نحن بنحكي واقع. تمام. هي ذات فوائد كبيرة ووفرت علينا كثير، ونحن بنستخدمها سواء بالبحث، سواء بالاخبار، سواء بالتسوق، سواء بالتواصل، سواء يعني بمواضيع متعددة. لكن يجب أن يكون هذا الاستخدام مدروس. المخاطر الأمنية موجودة، ومعروف أنه التوازن ما بين التقنية والأمن، كلما ازدادت التقنية كلما ازدادت التعقيدات الأمنية وضرورة البحث عن حلول لها. ففي الحقيقة توجد العديد من المخاطر، إذا بدنا نحكي عن المخاطر الأمنية، يعني عندنا مخاطر التتبع، هذا موجود، حكينا عن جزئية منه من خلال شركات الاتصالات. صحيح. الجزئية الثانية قد تكون من خلال خدمة الGPS عن طريق الأقمار الصناعية، وكانت أدق والآن تقنياتها أعلى. ممكن عن طريق زرع برامج التجسس، وزرع برامج التجسس لا يحتاج إلا لزمن قليل جدا، لذلك ينصح بعدم ترك الموبايل أو الجهاز الذكي عرضة لأي تدخل خارجي. طبعا هل يعني ذلك حماية؟ لا، هنالك طرق أخرى، ممكن عن طريق الإيميل، ممكن عن طريق روابط معينة، كل هذا يحتاج إلى توعية. والأكثر ممكن يكون عن طريق التنصت. صحيح أجهزة الموبايل تستخدم خوارزميات تشفير، وبنعرف نحن كل جهاز موبايل عندنا عليه 3 خوارزميات للتشفير. صحيح. منها ما هو على الموبايل بحد ذاته، ومنها ما هو على الشريحة، لكن لا يمنع وجود حالات تنصت مثل ما شفنا هلا. بالنسبة للحماية، طالما المخاطر أنا بعرف أنها موجودة، الحماية الحقيقة على عدة مستويات. أولا أنا عرفت مصادر التهديد. التهديد قد يكون من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى قد تكون من خلال الاستخدام الغير مشروع لبياناتي أنا، هذا التهديد، وقد يكون أحيانا من طرف خارجي عبارة عن هجوم على هذه البيانات واستخدامها بغير وجه قانوني. فنقاط الحماية تتدرج من التوعية أولا، ثانيا ضبط الإعدادات بشكل جيد، وعدم الموافقة على السياسات الأمنية الا بعد ان نقراها. كثير منا بيقراها بيطلع هيك يلا الاكسبت موافق، نحن لنوصل للاخير ما بنخلص. هاي هذا خطا طبعاً. هذا الزاما خطا شائع، الزاما على كل شركه ان تضع سياسه امنيه ويوافق عليها المستخدم. تمام. فبالتالي موافقتك انت ما تعطي اوكي على نقاط كثيره، يمكن على الوصول على صورك، ممكن الوصول على بياناتك في الجهاز، ممكن. فبالتالي يجب قراءتها بعنايه. وفي الحقيقه توجد ايضا اعدادات كثيره بكل مواقع، حتى ما نظلم زياده، ممكن تحسن المستوى الامني لإلي. يعني انا ممكن امنعهم من الوصول الى خدمه. على سبيل المثال عندي انا عفوا، ممكن انه والله بيحتاجوا هن الوصول لكاميرا، اعطيتهم اوكي. طبعا في دراسات ايضا منشوره وموثقه بانه انا اكتشفت مع خدمه الكاميرا هن وصلوا لاكثر من الكاميرا، وصلوا ممكن للبيانات، يعني ممكن التطبيقات يدخلوا لبيانات اخرى بالتالي يجب عدم جوابا على السؤال، عدم استخدام التطبيقات التي ممكن أن تكون أي شبهة حولها. إذا عدم سماح ولا أوافق؟ لا يعني وفق الشروط. أوافق لكن بحدود حاجتي أنا وليس بالمطلق. يعني أنا محتاج هلا مثلا يوصلوا للكاميرا، بوافق على الكاميرا، مو بوافق على كل شيء. محتاج أنا أفعل هلا خاصية المؤتمر الثلاثي بجهازي، بفعلها بس ما بتركها مفتوحة، خلصت منها لازم سكرها. مثلا البلوتوث ما بفتحوا بأماكن عامة على سبيل المثال، يعني ويطول الحديث. لكن في الحقيقة عندي خطوات أنا فيني اشتغلها كتير وتحسن المستوى، حماية الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ما نرمي كل الكرة بأنه ملعب هذه الشركات. في جانب يتحمل مسؤوليته المستخدم في استخدام كلمات المرور القوية، في طريقة حفظها، في تغييرها بشكل دوري، في تحديث التطبيقات الموجودة على الموبايل. يعني أحيانا واحد بيحط عندنا تطبيقه وبيتركه، لا محتاجه ولا تحديث له. التحديثات دوما تعمل على سد الثغرات الأمنية الموجودة، والتحديث يبدأ من أنظمة التشغيل إلى التطبيقات الأخرى. فإذا أنا حدثت هذه التطبيقات وأنظمة التشغيل الموجودة واتبعت سياسة أمنية، و كان الاستخدام مدروس، اني انا محتاج تطبيق بستخدمه، ماني محتاجه بحذفه، ما بتركه. فبالتالي ممكن حد انا من الاثر على بيانات الشخصيه والوصول الغير امن لهذه او غير الشرعي لهذه البيانات. فهي العديد من الخطوات يمكن لازم يعرفها الشخص لحتى يحمي حاله ويحمي خصوصيته ويحد من هيدي القصص، وهو موضوع يطول الحديث فيه دكتور، وانما نحن اجينا على جزء منه، اعطينا شويه افكار ومعلومات يمكن لحتى نعرف اكثر عن مواقع التواصل الاجتماعي وشو السلبيات اللي إلها وشو الايجابيات ايضا المرافقه لها. اكيد نحن بالختام بدنا نشكر وجودك معنا لليوم دكتور بسيم برهوم، رئيس قسم البرمجيات ونظم المعلومات بكليه الهندسه المعلوماتيه بجامعه تشرين. شكرا لحضرتك ويسعد صباحك. يا اهلا، يسعد صباحك. شكرا لك دكتور، يعطيك الف عافيه. ومع هيدي الف